ازاي تعمل لوحة المحاور والأعمدة على برنامج اوتوكاد ستراكشر ديتيلينج، ده اللي هنتعلمه ان شاء الله النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم في الدرس الحادي عشر من دروس اوتوكاد ستراكشر ديتيلينج. درس النهاردة ان شاء الله هنتعلم ازاي نعمل لوحة المحاور والاعمدة او الكولمز اند اكسيس لاي اوت بلان. هنتعلم ازاي ناخد الستوري بلان للجراوند فلور ونعدل مكان السكشن بحيث يظهر الاعمدة فقط، وازاي نعدل البروبرتيز بتاعت السكشن ده عشان خاطر يهشر لي الاعمدة، وكمان ازاي اختار الاعمدة كلها عن طريق الفلتر واعمل لها الديسكريبشن بتاعها، وازاي اغير الديسكريبشن ده لكل نموذج من الاعمده، وازاي كمان نعمل تأكيس الاعمده. فيلا بينا ندخل في التفاصيل. هنفتح البرنامج عادي. تعالى دلوقتي نفتح الموديل بتاعنا. هنيجي من قائمه فايل، هتلاقي هنا الفورم ورك دروينج، نفتحها. ده الموديل بتاعنا، ودي النتيجة طبعا اللي وصلنا لها الدرس اللي فات. بعد كده هنضغط على علامة الزائد دي ونختار ground floor، right click activate story، بعد كده نضغط story plan، هتلاقيه عمل لك لوحة بالشكل ده. تعالى من التاب positions، right click collapse tree، هنختار اللوحة دي كده، right click select elements، نضغط enter، بعد كده نقول له filter، نختار هنا القلم، نعلم على كونكريت، ونعلم على الجراوند فلور، اوكي. بعد كده نضغط انتر ونرجع هنا تاني، رايت كليك كولابس تري، نختار اللوحه دي، رايت كليك ابديت، تمام كده الاعمده بس هي اللي ظاهره. تعال نضغط عليها رايت كليك تاني، بروبرتيز، ممكن كمان ننزل السكشن ده لتحت شويه بحيث يقطع في العمود علشان يتهشر، نخلي المسافة دي ناقص نص متر مثلا، هتلاقيه نزل لتحت بالشكل ده. بعد كده ندخل على General Parameters، نكتب هنا Columns and Axis Layout Plan، Apply OK، Right Click Update، هتلاقي السلم ظهر معاك مفيش مشاكل. هنرجع تاني، Right Click Select Elements، Enter، بعد كده Filter، Column، كونكريت، جراوند فلور، اوكي، انتر، بعد كده رايت كليك ابديت، هتلاقي السلم اتشال. تعالى بقى نبتدي نحط الديسكريبشن بتاع الاعمده. هنختار الاعمده كلهم كده ونضغط على element description، هيبتدي هو يطلب منك ان انت تحط الديسكريبشن، هنحطهم واحد واحد بالشكل ده كده. نشغل الأورثو، بتختار نقطة كده وبعد كده نقطة تانية، نقطة تانية، وهكذا نعمل كل الأعمدة. هو أوتوماتيك بينتقل للعمود اللي بعده. كده خلصنا الديسكريبشن بتاع كل الاعمده، دبل كليك على السكرول. طبعا لو انت قربت على اي واحد هتلاقي الديسكريبشن بتاعه سي 300 في 500 او 300 في 400 او 300 في 300. تعال بقى نغير الديسكريبشن بتاع الاعمده اللي زي بعضها. هنختار كل الاعمده سي 1، نختارهم كده، بعد كده نضغط موديفاي، ونيجي هنا في السنتاكس نخلي السي نخليها سي 1 Add، بعد كده نختار الديسكريبشن بتاع الأعمدة سي 2، نختارهم كده، نختار دول ودول كمان، Modify، Syntax، نكتب هنا 2، Add، سي 3 كمان، نختارهم كده،
modify syntax نكتب سي 3 add كده ظبطنا الديسكريبشن بتاع الاعمده كلها. دبل كليك على السكرول. تعالى دلوقتي عايزين نحط ابعاد المحاور. هنضغط هنا على سنجل دايمنشن لاين ونختار نقطه على اول محور هنا ونقطه على اخر محور، بعد كده انتر وننزلها لتحت كده. هتلاقي البعد اتحط بالشكل ده، ولكن واضح ان في مشكله في التكست هايت. هنضغط دي انتر وديفاي اوكي. التكست هايت 1.5 هنخليه 2.5 اوكي كلوز. هتلاقيه ظبطهولك مفيش اي مشاكل. دبل كليك على السكرول ممكن نختاره كده ميرور ام اي انتر ونعمل له ميرور على نص المحور ده كده انتر تمام. تعالى نعمل بعد هنا كمان سنجل دايمنشن لاين، نختار النقطة التانية انتر نحطه هنا كده نعمل له ميرور نختاره كده ام اي انتر نختار نقطة هنا ونطلع لفوق كده انتر دبل كليك على السكرول. كده عملنا الابعاد بتاعة المحاور. تعالى دلوقتي بقى نبتدي نأكس الأعمدة بتاعتنا. تعالى نشوف الـ ASD بيسمح لي بإيه. هنضغط هنا على Single Dimension Line، بعد كده نختار أول نقطة هنا وآخر نقطة هنا Enter ونحطه هنا كده. هتلاقيه عمل لك تأكيس كل الأعمدة بالشكل ده زي ما أنت شايف. محتاجين بس نظبطهم، نطلع دي لبره شوية كده ودي كمان ودي كمان. نبتدي بقى نظبطهم كلهم. الحاجات اللي داخله ببعضها نطلعها، الـ40 دي او الـ60 نطلعها هنا تمام اوكي. تعال نبتدي نكمل. مثلا العمودين دول سنجل دايمنشن لاين، ادي النقطه الثانيه انتر ننزل تحت كده. هو فاهم انا عايز اعمل ايه فهو بيشتغل صح. طلعهم كده. تعال نكمل الأعمدة دي Single Dimension Line، نختار النقطة هنا نختار النقطة دي كده Enter ننزل بيها لتحت تمام. نظبطهم طلع دي كده دي كمان طلعها لبره. ممكن تنزلها لتحت خالص كده لو انت مش عاجبك الشكل ده، أو نطلعها لفوق كده زي ما انت عايز يعني. اوكي اخر حاجة الصف اللي تحت ده single dimension، ادي نقطة والتانية انتر ننزل تحت كده. نظبط بقى الكلام ده كده. عملنا تأكيس الأعمدة في اتجاه الإكس. تعال نحط لهم أبعاد في اتجاه الواي، نفس الكلام سنجل دايمنشن. زي ما أنت شايف في نقطة ناقصة هنا، مفيش مشاكل. هنختار البعد كده ونضغط على Add Division Point ونختار النقطة دي Enter. نكمل سنجل دايمنشن. كده خلصت تأكيس كل الأعمدة في اتجاه الإكس واتجاه الواي ما عدا الكام عمود دول 1 2 3 4 5. هنختار سنجل دايمنشن لاين ونأكسهم بالشكل ده. نقطة التانية انتر نختار البعد كده، نقطة التانية انتر نحطه هنا كده، مش هيحطه مفيش مشاكل. نجرب ده كده، نقطة التانية انتر نحطه كده مفيش مشاكل.
ممكن نعمل دايمنشن عادي دي ال اي انتر، نختار النقطة الثانية نحط البعد هنا كده، بعد كده نختار ده كده ام اي ماتش ونختاره، بعد كده نختار البعد ده كده انتر، بعد كده ناخد ده كابي سي او انتر نقطة تانية، العمود ده كمان ده كمان انتر كده، خلصنا تعكيس الأعمدة بالكامل واللوحة دي جاهزة للطباعة. هنقف على اللي اوت ده، دبل كليك على السكرول نشيل الكلام ده ديليت، بعد كده نختار اللوحة دي رايت كليك اد از ا بلوك تو كارنت برنت اوت، ونختار نقطة هنا كده، بعد كده عايزين نصدر اللي اوت ده رايت كليك اكسبورت لي اوت تو موديل، ندخل على فولدر كاد نكتب هنا 2 داش كولمز اند اكسس لي اوت بلان سيف، بعد كده نقول اوبن نقفل دي خلاص نو هنرجع للموديل هنضغط كنترول اس، وبكده نكون وصلنا لنهاية درس النهاردة. شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.